السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم انا موقع جديد ربح مثل بيتكوين. طبعا الموقع بتفعل المحفظة الوسيطة فوشة بيبي، حد ادنى للسحب هو 500 ساتوشي. طبعا اصدقائي الموقع انطلق اليوم، فانا لسه ماني واصل لحد السحب، لكن هو شريك لموقع جود دوج. لكن اصدقائي طبعا صاحب الموقع جيت دوج هو نفسه صاحب موقع جيت بيتكوين، وانا شرحت جيت دوج من فترة وقدمت منه اثبات سحب. طبعا جيت دوج بيشتغل من حوالي سنة ومستمر معنا بشكل كويس وارباحه جدا كويسة، فهذا الموقع كمان راح يكون له نفس المستقبل ان شاء الله، وراح نكسب منه بالتأكيد. طبعا اصدقائي انا بس راح اشرح الموقع في الايام القادمة في حال كان في اثبات سحب كويس، بنقدمه كمان فيديو مختلف، يعني هذا الفيديو هو فقط لشرح هذا الموقع. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء تسجيل هذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هنالك مباشر انا ما بستخدم اي روابط مختصره، بتفتح معك اي صفحه اخي الكريم، بتروح على كلمه ساين اب وبتضغط عليها. بيقول لك الموقع عبي بياناتك على الشكل التالي، حط هون اسم مستخدم لازم يكون باللغه الانجليزيه، حط الايميل طبعا لازم يكون جيميل ويفضل يكون جيميل، تمام اخي الكريم. بتحط باسورد لازم يكون مؤلفه من ارقام، مثلا اخي الكريم هاي ارقام لازم يكون مؤلفه من حروف، هاي حروف باللغه الانجليزيه، طبعا حروف صغيره وحروف كبيره يعني كابس لاك وسمول، تمام اخي الكريم. لازم تحط فيها شويه رموز، ولازم هيك رموز تمام، ولازم تكون اكثر من 8 خانات. بعدين بتاخذ كوبي وبترجع للموقع، تمام اخي الكريم، بتحط هون خانه الباسورد، بتختار الجندر انت شاب او صبيه، بتختار الدوله حطها بشكل صحيح. طبعا بيقول لك الموقع حط هون رابط محفظتك البيتكوين، بتنتقل للفوشت باي حصريا، تروح على كلمة تيبو سايت وتجيب رابط محفظتك البيتكوين كوبي وبترجع للموقع، تمام اصدقائي. بتحط رابط المحفظة هون بهي الخانة، بتوافق على الشروط، تروح على كلمة ريجستر. طبعا الموقع ربعت لك رسالة تأكيد، البريد انت سجلت فيه طبعا اصدقائي بتكون على هاي الشكل، لازم تأكد حسابك، انتبه لهي القصص. طبعا هاي رسالة تأكيد من الموقع اسمه كيت بيتكوين، مثل ما قلنا بتضغط على اللينك الموجود فيه لحتى يتفعل حسابك ويسمح لك بالسحب اول مره. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل، مثلا هون بيقول لك سعر البيتكوين حاليا هو 58000 دولار، تمام اصدقائي. قديش معي انا؟ معي 26 بيتس، بيطلعوا قيمتهم 0.06 يعني حوالي نص سنت فينا نقول هيك تقريبا على هذا الاساس، يعني انا بحاجه حوالي 1000 او 1200 بيتس لحتى اقدر اسحب اول مره، مثل ما قلنا حد السحب حوالي 500 ساتوشي تقريبا 500 الا شوي. طبعا اصدقائي الموقع ما بيفتح لك السحب لحتى تقوم ب10 فوشيت كلام، تمام احكي كريم، يعني هاي الصفحه ما بتظهر لك لحتى تقوم ب10 فوشيت كلام، بعدين بتوصل لحد السحب وبتسحب، تمام انتبه لهي القصه. يعني اول شيء ليفتح لك هاي الصفحه لازم تقوم ب10 فوشيت كلام. طبعا روح على كلمه ايرن بيتس، هاي كلمه فوشيت شايفين اصدقائي، بضغط عليها هيك. طبعا هي وسيله جيده للربح داخل الموقع، وهي الوسيله الاساسيه انا بفضلها وبشتغل عليها اكثر شيء، تمام. مثلا بيقول لي الموقع انا كل 5 دقائق، او احيانا بيحطها كل 10 دقائق يعني حسب الوقت المختلف، كان من شوي كان حطها كل 10 دقائق، كل 5 دقائق انا فيني اخذ بيتس او 5 بيتس او يعني هاي الكميات للاخير، شايفين اصدقائي يعني هون 30000 بيتس. طبعا بروح على كلمه رول ناو، بحل الكباتشا هون وبروح على كلمه رول لنشوف قديش بنكسب من الموقع. طبعا اخذنا اقل شيء اللي هو 1 بيت، صار معي هون 27 اذا حدثت الصفحه، شايفين اصدقائي هني 26 صاروا 27. بعد 5 دقائق فيني ارجع عيد هي العمليه مثل ما قلنا. طبعا اصدقائي 10 فوست كلام لحتى يفتح لك الوزدرو، لانه دائما بيجينا هذا السؤال على هاي النوعيه من السكريبتات، تمام. طيب في عندنا كمان شيء ثاني لاربح منه هو الفيزيت شورت لينك او زياره الروابط المختصره. طبعا انا بلاقي مجموعه من الروابط المختصره، مثلا اختار اي شيء منهم، هذا الرابط المختصر ب 3.5 بيتس، ما نسينا ابدا يعني حوالي 2 ساتوشي. كمان هون الاف سي دوت ال سي 4 بيتس جدا كويسين اصدقائي، مثلا رح نختار هذا الاف سي دوت ال سي. انا دائما بختار نوعيه من الروابط المختصره بحفظها، بحفظ كيف طريقه تجاوزها، بلاقيها سهله، يعني اخي الكريم انت حدد مجموعه من الروابط المختصره حاول تتعلم تجاوزها بسهوله مشان ما يصير معك اي صعوبات، لانه في بعض منهم ممكن يكونوا صعبين، تمام اخي الكريم. مثلا اف سي دوت ال سي 4 بيتس، بروح على كلمه فيزيت، بيعطيني هون انتي بوت ليتاكد انه انا انسان حي، بختار الصف او الصوره المختلفه. طبعا بتوجه هيك انا للرابط المختصر، بروح على كلمه كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها، بيعطيني بعدها كاباتشا، بحل الكاباتشا، بنزل لتحت هيك على كلمه كليك هير تو كونتينيو، بسكر النوافذ المنبثقه، يعني شغله بسيطه ما انا معقدي ابدا. طبعا على الموبايل ممكن تكون اصعب على اعتبار انه هاي الاعلانات اللي بتجي على الجنب ممكن تجي بنص الشاشه فبتكون سيئه جدا، لكن على الكمبيوتر العمليه جدا سهله. بيعطيني عدادي رقميه 10 ثواني وانتظر حتى تنتهي، شايفين اصدقائي بس تنتهي كلمه بليز ويت، بيجي محل جيت لينك، بضغط عليه ضغطه وحده طبعا بيرجعني الموقع او الرابط المختصر للموقع المشروح، وبناخذ قيمته، شايفين اصدقائي كونجراتيوليشن يو ريسيفد 4 بيتس، صار معي 31 هون او 31 بيت.
طبعا اصدقائي بتابع بقيه روابط مختصره بكسب منها بشكل عام. طبعا بتابع ممكن لاقي اعلانات داخل الموقع، لكن انا تجاوزتهم بي تي سي ادز. طبعا بس بضغط على الاعلان واعدادي رقميه 20 ثانيه بكسب قيمه هذا الاعلان. طبعا حتى هون ما في كباتشا، وهذا شيء كثير كويس. في عندنا كمان الجوبز او المهمات ممكن تشوفهم واكسب قيمتهم. في عندنا الكباتشا كان بيجن، طبعا الربح عن طريق حل الكباتشا، يعني هذا ربح مستمر ما له نهايه. تمام اخي الكريم، يو كان ايرن 1 بيتس فور افري 20 كباتشا، يعني كل 20 كباتشا باخذ واحد بيتس. كل ما عليه اني بلش حل فيهم وسبميت كل 20 وحده بيعطيني مقابلها واحد بيتس. طبعا اخي الكريم في عندنا الاوفرز او العروض، طبعا موجود مجموعه كبيره من العروض مثل وانداز سيرفري وول، موجود بيتس وول، موجود الاوفر وول. طبعا اخي الكريم شوف المنطقه الجغرافيه اللي انت موجود فيها، اذا بتسمح لك تقوم بهاي العروض قوم فيها واكسب قيمتها. طبعا هي وسيله جدا كويسه لحتى تزيد ربحك. كمان اخي الكريم في عندنا المسابقات من كلمه كونتيست، في مسابقات الريفريل، مسابقات الروابط المختصره، مسابقات العروض ممكن تكسب منهم كمان وتزيد دخلك من هذا الموقع. كمان في عنا رابط الإحالي وهذا شيء كتير كويس، مثلا موجود هون باخذ رابط الإحالي كوبي وبزور أصدقائي ليستفادوا هذا الموقع. وأنت أخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد دخلك أو تعمل دخلك بالماكس من هذا الموقع. طيب هلا كيف نقوم بالسحب من الموقع؟ لنفترض إنه وصلت لحد السحب اللي هو 1000 بيتس اللي بيطلع حوالي 450 ساتوشي مثل ما قلنا. بروح على كلمة ويسترو، طبعا بختار في عندك الفوست باي، في عندك البيتكوين وليت مثل ما انا على الفوست باي هو ال 450 ساتوشي تقريبا. طبعا على المحافظ النظاميه بصير حد السحب 3000 محافظ نظاميه مثل كويونومي او اتوميك وليت، حتى منصات تداول مثل باينانس. لكن انتبه اخي الكريم في بعض المنصات ما بتستقبل اقل 100000 ساتوشي مثل الباير، لا تسحب عليها ابدا عملات رقميه الا اذا كان المبلغ كبير، يعني اكثر من 100000 ساتوشي او حتى 200 اترك مجال للضريبه. تمام اخي الكريم. طيب لنفترض انا بدي استخدم الفوست باي، بروح على كلمه ويزدرو. مثل ما قلنا حد السحب هو 428 ساتوشي تقريبا، يعني بيطلعوا 1000 نقطه اذا انا حطيت 1000 بيتس او 1000 نقطه بيطلعوا 428 مثل ما كنا ملاحظين. طبعا لسه انا ماني واصل لهم، وممكن نقوم بتقديم اثبات سحب في فيديوهات مستقبليه. طبعا بعدها بروح على كلمه ويزدرو بضغط عليها. الدفع دائما بيتم بين 17 و22 مثل ما قلنا شايفين اصدقائي، يعني بين الساعه 17 ل22 مساء بتوقيت سيرفر هذا الموقع، يعني دائما بعد 9 مساء بيتم الدفع على هذا الموقع. طبعا اصدقائي راح احط لكم صندوق الوصف مجموعه من المواقع المشابهه لهذا الموقع مثل موقع كوين ادستر، كمان موقع التوأم لهذا الموقع اللي هو جيت دوج، مشان تكسبوا وتربحوا وتزيدوا دخلكم منهم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.